هنالك أخت تريد أن تنطق بشهادتنا. هل تؤمنين بأنه لا إله إلا الله وأن عبادة الأصنام هي خطيئة وأن محمد رسول الله؟ هل هنالك من يكرهك على اعتناق الإسلام؟ لا، هذه إرادة الحرة. هل هنالك من رشاك وأعطاك النقود؟ إذن سأذكر الشهادة وأنت تعيدين من خلفي. أشهد إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. I bear witness that there is no God but Allah. There is no God but Allah. And Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. And servant of Allah. And servant of Allah. MashaAllah. May Allah grant you Jannah. You are a Muslim. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. أصبحت مسلمة وأرجو وأدعو الله أن يرزقك الجنة. All his or her previous sins are washed away. Whatever good you did. الإسلام إذا ما دخل الإنسان فيه فإنه يجب ما قبله ويمحو كافة ذنوبه. بمجرد أن يعتنق الإسلام وأن يدخل الإنسان في الإسلام فإن ذنوبه كلها تمحى عنه وتسقط. جزاك الله خيراً.